حوارنا اليوم يعني ببساطة نوع من الإضاءة على الموقع اللي نحن فيه اللي هو قلعة مصياف. القلعة لها يعني شيء من الحكاية بالتاريخ، شريت القلعة من أهاليها لهن بني منقذ بعام 1145 مع الامتداد اللي حدث بسوريا للحركة الإسماعيلية النزارية اللي امتدت من إيران باتجاه بلاد الشام. بداية كانت القدموس ومن ثم الكهف ومن ثم مصياف بعام 1145، ومن ثم تحولت مصياف إلى مركز لإمارة هي الإمارة الإسماعيلية النزارية. وقدر لهذه الإمارة أن يكون هناك شخص تاريخي شهير يوازي إلى حد ما الحسن الصباح في تاريخ الحركة الإسماعيلية النزارية في إيران وإنما في بلاد الشام، وتحديداً مصياف اللي هو راشد الدين سنان أو سنان راشد الدين، لاستلم بالإمارة بمصياف بعام 1164 واستمر حتى عام 1193 وفاته. طبعا خلال هالفترة هي اللي هي 30 عام تقريبا حققت مصياف كقلعة وكمركز إمارة، إمارة كانت تضاهي تقريبا مساحة لبنان، بتضم 7 قلاع إضافة لقلعة مصياف اللي هي القدموس، الخوابي، الكهف، العليقة، المينقة، وكان يضاف إليهن أيضا قلعة القاهر وقلعة الرصافي مع بعض القلاع أحيانا تكون تابعة لهم مثل قلعة المرقب، قلعة صهيون، قلعة أبو قبيس. طبعا المملكة هي عاشت فترة منيحة تقريب 200 عام، يعني من 1145 حتى عام 1350 لم يزل لها ذكر وفعالية خلال هذه المرحلة. 200 عام بإمارة مساحتها قد مساحة لبنان، كان لها سفن تجارية بالبحر وإلى خلال تاريخها حكايات كتير مع الفعاليات اللي بهديك المرحلة. بعام 1252 عندما أتى على رأس الحملة الصليبية السابعة الملك الفرنسي لويس، وصل بدمياط في مصر، طلبوا منه القادة تبعه أنه أول مهمة عليك أنك تعمل محاولة لاتفاق ودي مع الدولة الإسماعيلية في مصياف. والحقيقة بعث أحد مندوبينه إلى قلعة مصياف بعام 1252 تحديدا واللي هو ييف البريتوني، وييف البريتوني كتب بمذكراته عبارة كتير مهمة طبعا نقلوها الكتاب الألمان بكتبوا في تاريخ الحروب الصليبية. العبارة بتقول: لقد زهلت في مصياف بمكتبة قلعتها. يعني عبارة كتير مهمة بتدل بعام 1252 عم تحكي أنت عن إمارة بسيطة، أنت لست بالقاهرة ولست في دمشق ولست ببغداد، أنت في إمارة بسيطة عاصمة مصياف، أنه تلفت نظر مندوب ملك بهالحجم بدل على الموقع اللي كانت فيه. من الأحداث المهمة اللي ممكن أيضا تنذكر بتاريخ القلعة، الحقيقة أحد الاغتيالات المهمة كانت بالتاريخ هو اغتيال أمير صور. عندما تم اغتيال أمير صور اتهموا جماعة المصياف الزعامات الموجودة في مصياف بأنهم وراء الاغتيال، وهذا شيء كان طبيعي يعني وهم اعترفوا بذلك. إنما البابا بفترتها البابا اعتبر أنه الاغتيال تم بنوع من التآمر من ملك فرنسا وملك بريطانيا، لأنه ملك صور كان مرشح أنه يصير ملك بيت المقدس
أمير سور كان مرشح يصير ملك بيت المقدس. فالاغتيال تم بهالخلفيتين. الحقيقة كتب التاريخ بتذكر أنه الزعيم الروحي اللي موجود هون اللي هو راشد الدين سنان أبعث رسالة للبابا ينفي أي تدخل لملك فرنسا أو ملك بريطانيا بالحدث اللي تم. بمعنى آخر القلعة اللي نحن فيها واللي هي خلفيتنا حاليا بتشكل كانت بمرحلة ما نواة لدولة استمرت لا تقل عن 200 عام إلى فعالية بكل مراحلها اللي كانت فيها، والأخص حتى بالفترة المملوكية كان إلى دور كبير واستمر وجودها للإنصاف حتى المرحلة هي، هي لم تزال قائمة عمرانيا. الطابع السكاني للمنطقة بيستمد منها جذور هيك تاريخية فيها شيء من الحكايات التاريخية، ونحن أكثر ما فيه حاولنا أنه نعمل إضاءة جميلة على قلعتنا اللي هي قلعة مصيعرة.